أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولي شيخ القسواني ظهر اليوم من المطار القديم على انطلاق البرنامج الرعوي الخاص للمنمين والمزارعين بغية التخفيف من الآثار الناشمة عن نقص الأمطار هذه السنة. ويأتي هذا التدخل الذي بلغت كلفته الإجمالية 1,171,745,000 642 أوقية جديدة، تنفيذا لدعوة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير في 25 من مارس الذي قال فيه إن المشاريع الاجتماعية والتنموية المبرمجة هذه السنة سيتم العمل بشكل مكثف على تسريع وتيرة تنفيذها لتواكب بشكل فعال تحديات الظرفية الراهنة. وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله المطار القديم من طرف الوزير الأول السيد إسماعيل والبدوي للشيخ سيديا ووزراء الدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والمالية والتنمية الريفية والمياه والصرف الصحي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة والأمين العام للحكومة ومدير ديوان رئيس الجمهورية ومفوض الأمن الغذائي والمدير العام للصندوق الإيداعي والتنمية ووالي نواكشوط الغربية والشمالية ورئيسة جهة نواكشوط.